السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هاد الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. صراحه توحشتكم بزاف بزاف. حطيت لكم واحد البوست البارح في اليوتيوب، قلت لكم واش بغيتو نحط لكم فيديو. انا قلت صافي نسيتوني صراحه، حيت تعطلت بزاف. دابا تقريبا شي اكثر من 3 شهور ما حطيت حتى شي فيديو. ولكن كما عارفين كانوا عندنا ديجا لي طرافو، ودابا راكم عارفين شنو كاين. المهم ان شاء الله غادي نحاول نرجع بحال الاول، يعني نبقى نحط جوج حتى ثلاثه الفيديوهات في السيمانه ان شاء الله. صراحه كاين بزاف ديال الجديد بزاف. المهم انا هاد لا فيديو هذا غادي نحاول انه نشارك معكم جليبه البرد، شي حاجه سامبل وشي حاجه هكا مطروزه. ولا فيديو الجاي قولوا لي شنو بغيتوا تشوفوا. كاين عندنا بزاف د الحوايج غنحاول انه لا فيديو الجاي ان شاء الله ندير لكم واحد التور في المحل، تشوفوا المحل كامل. تشوفوا شنو عندنا، عندنا بليغات، عندنا لي فولار، عندنا جليبات بلا حزام، قفيطنات بلا حزام، وعندنا كنادر، وعندنا تكاشط، وعندنا جلالب، كلشي. المهم غادي نبرعكم موديلات ان شاء الله بحول الله، وكلشي جديد. الاغلبيه ديال لي موديل اللي درنا شي حاجه جديده. ان شاء الله الله يعطيني غير الصحه باش هكا نصور لكم ديما كما قلت لكم كل سيمانه واحد جوج فيديوهات ولا ثلاثه. نتمنى هاد لا فيديو تخليوا لي لايك ولي كومونتير. صراحه توحشت الدعم ديالكم. انا صراحه كنت قلت واقيلا غادي نكون صافي ديجا نساوني الناس، حيت راه مده تبارك الله هادي ما ودا هادي ما درتش فيديو. المهم اول حاجه بغيت نشكر الناس، كاع الناس اللي هنؤوني واللي فرحوا ليا واللي جاوا عندي واللي باقي كيجيو عندي. صراحه هذا هو اللي خلاني ما نحطش فيديو. تبارك الله ما شاء الله، يعني دابا شي تقريبا 20 يوم باش حلينا، وكل نهار كيجيو الناس الحباب اللي خطينا حباب الحمد لله، كيجيو يباركو ويفرحو، كلشي فرحان. الحمد لله. اللي بغيت نقول لكم واحد النصيحه وديوها من اختكم، انا ما كنقول شي حاجه الا ما كنتش اصلا يعني مجربها كما كنقولوا. حتى شي حاجه ما بعيده عند الله، شي حاجه ما بعيده عند الله. اللي عنده شي هدف يحاول يخدم عليه، اللي عنده شي حلم يخدم عليه. كما قلت لكم حتى شي حاجه ما بعيده، خص الخدمه وخص الصبر. صبر 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 بزاف، وبنادم يخدم على هاد الهدف ديالو او على الحلم ديالو، وربي ما عمر يخيبه، ما عمر يوقف. شحال من حاجه، شحال من واحد كيقول لي هو انا بغيت ندير بروجي ولكن خايف لا ما يصدقش ليا. هاد الهضره ما خصنيش نسمع، انا ما كنحملش نسمعها. وراه الناس بزاف الناس اللي هكا اللي كيعرفوني ولا اللي ديجا قالوا لي كندور فيهم، حيت فريمون خاصك تامن بالهدف ديالك وتامن بالحلم ديالك، عاد انك تقدر انك تبروبوزي، وعاد انك تقدر تخدم عليه. الا ما كتامنش بيه او الا عندك شويه في الشك راه ما غاديش ينجح لك. حاول انك تامن بالفكره اللي عندك اولا بالهدف اللي عندك اولا بالحلم اللي عندك، باش هكا تزيد لك قدام ان شاء الله بحول الله. الله يحقق لاي واحد اي حاجه كيتمناها، والله الا يشافي اي واحد من اي مرض بغيت يتشافى منه، والله يسهل على اي واحد. وشكرا لكم بزاف، وكنحماق عليكم، وكما قلت لكم انا دابا راجع عليكم وراجعه بالجديد، وكنحماق عليكم وندوزو نشوفو الجلبه ديالنا. وان شاء الله لا فيديو الجاي خليو لي في لي كومونتير واش تبغيو تعرفوا، واش تبغيو ندير لكم جليبات بلا حزام او لا معسمني مع جليبات بلا حزام، واش تبغيو ندير لكم فيديو على قفيطنات بلا حزام او لا جليبات او لا تكاشط. عندنا شي حاجه في التكاشط واو، شي حاجه واعره ان شاء الله بحول الله. راه كما قلت لكم اللي غندير لكم ديك التوغ، غادي نحاول انه الفيديو الثاني ما يكونش الفرق بينه وبين هذا، يعني ما يكونش الوقت بزاف. غادي ندير لكم حتى الطريق بالنسبه للناس اللي كيسولوا على المحل ديالنا. انا غادي نصور لكم فيديو على الطريق، راه دابا ولا باين ما كاينش فين تلفو. كاينه كافي رايان، كافي رايان اللي معروفه في حي السلام، كتخلي كافي رايان على اليمين ديالك، هي اصلا جات في الشوكه كدور عليها، كتبقى غادي نيشان كتلقى الرومبوان الاولى فيه مروه،
كتخليه كتبقى غادي نيشان نيشان حتى كيبان لك المحل على اليسار في الجهه نيت ديال مروه، هو متكي على المحلات اللي فيهم مروه. وبالنسبه للسميه، الناس اللي كيسولني واش قلت لي السميه، لا السميه ديال المحل نابيلي كوتور كبحال ديما. غنخليكم في صندوق الوصف النمره ديال الفيكس الجديده ديالنا، ما بقاش عندنا هذاك الفيكس القديم، ونخلي لكم النمره ديال الواتساب اللي ديما كنخليها لكم، راه هي ديما اللي كاينه. نتمنى انه في الواتساب تخليو لينا لي ميساج، ما ديروش لينا لي زابيل، حيت ملي كتبقاو تعيطوا بزاف ما تيكونش عندنا الفرصه انه نجاوبوا بزاف ديال الناس، كنضطروا انه ابل بابل، راكو عارفين كياخذ الوقت وكيكون عندنا كليان ديجا هنايا. ومرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي كاينين في اكادير عندي، ومرحبا بالناس اللي بعاد على اكادير. كنحماق عليكم وندوزو لا فيديو ديالنا. الوغ البنات، نبداو الجلبه ديالنا كما قلت لكم ديك الساعه، وانا كنقلب على شي بلاصه فين صور يكون الضو باين. نتمنى انه يكون الضو باين. الوغ نبداو باول جلبه. شوف معايا الجلبه الصراحه كتحمق، راكم عارفين نواغ كحل اصلا كيجي غزال. هذه توب ديالها مليفة كشمير، صالطه في صاله عاديه، خدمتها نصدق بالبرشمان، كل هاللون في اللون، جيت هي حتى البرشمان، وانا ندير الغبال ديال هاد النبات اللي عندنا هنايا في هاد الصدر، درتو بالذهبي كما كتشوفوا. وبالنسبه للتنبات كما كتعرفوا عليا ماتسونو، يعني شي حاجه حجر كاليتي. هانتوما نوريكم اللوينات اللي دخلت فيها واحد لورونج خفيف، والفيغ واحد الخضيدر، والذهبي والبيج. جا الصراحه فنه غزاله. كما قلت لكم افتحات في الجناب، راكم عارفين علي انا افتحات في الجناب، صراحه كتجي غزاله، تقدري تلبسيها للخدمه، تقدري يعني ماشي شي حاجه اللي عامره بزاف، ومن طوم ماشي شي حاجه اللي تري سامبل. بالنسبه للعبار ديالها فيها في الكتاف 20، حاولت انه نشد لكم العبار وكل شيء، فيها في الكتاف 40، وفيها في الكمام 58 الطول ديالكم، وفيها في الصدر 30، وفي الحزام في لي هونج زعما 33، وفي الطول مترو و 35، في الطول مترو 35. غنحاول انه نزربي لكم باش هكا نقول لكم العبارات ونقول لكم كلشي، وما يجيش الفيديو طويل. كاين هذا اللوين هذا اللي كيحمق عندي نيت فيه جليبه في هذا اللون هذا، وفي هذا الثوب هذا صراحه كيجي فنيون، شي حاجه هكا هماويه. شحال هادي ما سمعتوش على الهماويه، هادي في صالتها مخزانيه، فتحت في الجناب وخدمتها حتى هي نصدق اللون في اللون، كلشي لون في اللون. جيت حتى لهاد الشبيكات هادو درتهم بالذهبي باش نعطي الغبال شويه لهاد النبات هذا اللي جا هنايا، جا كيحمق حتى هو. شوفوا كيفاش جا فنيون في لونها، واحد البيج واحد لورونج، جا غزال وخفيف، في شويه هنايا في القبض صراحة حتى هذه كتجي غزاله في اللبسه، وكما قلت لكم كتجي انيقه، ومن طوم تقدري تلبسيها للخدمه، تقدري تلبسيها للعراضه، تقدري تلبسيها الا خارجه كما كتعرفوا هذا العام البرد طول. الوغ بالنسبه للعبار ديالها حطيت لكم ورقه، حيت هذه مخزانيه كنشد غير الصدر والحزاب والطول، سمحوا لي الناس. بالنسبه للصدر 30، وبالنسبه للحزام 32، وبالنسبه للطول مترو 34. هذا هو العبار ديال هاد الجليبه هادي، الصراحه كما قلت لكم كتجي غزاله وديال الهمه. نتمنى انه يكون كلشي واضح لكم، حيت اول مره كنصور في البيرو عندي. مرحبا بكم بعدا في البيرو ديالي. ان شاء الله الفيديو الجاي اولا ندير لكم شي لايف باش هكا نوري لكم. دابا سي باري، درت البيرو بوحدو والشوروم بوحدو. المهم انا غادي نوريكم هادي، شوفوا هادي شحال فنه، هادي غزاله. راكم عارفين عقلتي على جلابتي النواغ، انا عندي في داك الكريب، وهادي في السخون، جايه اللون في اللون. راكم عارفين الكحل كيفاش كيجي الا كان في اللون في اللون، وخصوصا الا تخدم بالماتسونو كيعطي واحد لا فيونس غزاله. هادي مليفه كشمير حتى هي ديال البرد، مخدومه اللون في اللون. حاولت انه كما قلت لكم ندير لكم شي حاجه اللي تجي كلاس، ومن طوم تقدري يعني تلبسيها لكل شيء، الخدمه ولكل شيء، حيت دابا راكم عارفين المناسبات هاي خفاف. المهم هذه سخيخنه جايه مليفه كشمير كما قلت لكم، مخدومه كلها بالكحل، مصدوق، صالتها مخزانيه، جاي فيها هذا الرشيمه غير في
في الصدر صافي، ما كاين لك ما ملا والو، كتجي الصراحه فنه وفتيحات في الجناب، شي حاجه كلاس سخزاله صراحه. انا نقول لكم شحال فيها في العبار. بالنسبه للعبار ديالها في الصدر، هذه مخزانيه في الصدر 30، وفي الحزام 30 جايه دغوات، وفي الطول مترو 30، في الطول ديالها مترو 30، بالبرشمان ديالها ومسائل ديالها غزاله. ولي بديتي علينا ثاني تتشكري في حوايجك. كاينه البنات هذا لعقت على التويبات هذوك، مشاركتهم معكم في المحل القديم، وقلت لكم غادي نخدم فيهم جليبات وغادي نوريهم لكم. هذا فودا صراحه، هي البنات عرفتوا شحال طيب، الا باقي كتعقلوا شحال ديال لوين، شحال ديال الكونتيتي كنجبت فيه، بقى فيه واقيلا غير هذا واحد هو اللي باقي واقيلا، كلهم تبعوا. رطيت من برا، هذا فودا امبريمي، شوفوا لي كولور ديالو شحال فنين، تخدم هكا غي سامبل بالدريس ونستوق وبالشبيكات، فتيحات في الجناب صراحه جا كيحمق. تحيه لكاع الناس اللي خداو من عندنا وخدمناه بهاد لاكولور، هادي جات فنه جا راقي. حتى في الفولاغ غديري غير فولاغ سامبل فهاد اللوين هذا، غيطلعوا تري كلاس بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا معاقق لا مع والو. هادي بالنسبه للعبار ديالها، فيها هادي في صاله عاديه، هادي في صاله عاديه فيها 31 في الصدر، وفيها 35 في الحزام، ومترو و 37 في الطول، والكتاف 44، والطول الكمام 59، وفي صاله عاديه. هادي في صاله عاديه، هذا هو العبار ديالها. وكاينه يا لالا يا مولاتي، هادي حتى هي سامبل، هذا واحد الكري غزال، كري نوار كري مغلوق، درت ليها واحد البوش، هادي حتى هي سامبل، شوفوا معايا درت ليها هاد البوش في الفوق، واحد الجويب وجويب هنايا لتحت. نتمنى انه التصوير يكون واضح. راني شوفوا دايره الرينغ لايت، ودايره لكم جوج ديال لي بروجيكتور خاصين للتصوير، باش هكا ان شاء الله كلشي يكون واضح. نتمنى 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 يكون التصوير واضح. كما قلت لكم فيها واحد الجيب هنايا كيجي من هنايا الفوق، وواحد الجويب كيجي من هنايا لتحت في الكري، في صاله عاديه، وتا هي مخدومه مستوق بالبرشمان، وفتيحات في الجناب، والتوب ديالها تا هي من ليفا كاشمير. كاع هادشي اللي غنوريكم اليوم غير ديال البرد، غير من ليفا كاشمير. العبار ديالها البنات في الكتف فيها 44، وفي الطول تلكم 58، وفي الطول ديالها كامل مترو 37، وفي الحزام 35، وفي الصدر 31. هانتوما باش ما تقولوش ليا ما درتش لكم لي طاي، درت لكم لي طاي، هادي راه طاي شويه كبيره. وكاينه هادي، هادي الصراحه كنت درت فيها بزاف، بقاو فيها جوج، بقات فيها هادي في الكرونه، ما نصورش لكم الكرونه حيت نفس الموديل. هادي ملي فكاش مير هذا الموديل كيت كديرو يتفتى في البحر القديم، ما عرفت ماني اليوم مع الناس. كما قلت لكم هادي مليفا كشمير في الكحل، خدومه كلها اللون في اللون. هادوك الشبيكات درتهم بالبرونز باش نعطي الغابيل لهاد الرشمه اللي كاينه في الجناب، هادي فوق الفتاحي شفتوها كي كتجي، كتجي من لي دو كوتي، من جوج بلايص هاد الرشمه، وكتجي من القب، وكتجي من راس الكم، وحيت ديجا عامره في الجناب في الكمام في القب، كنخليو الستر خاوي باش هكا ما تجيش عاوتاني شي حاجه بحال ديال الحضور ولا هذا. هانتوما صراحه كتجي فنه. هادي بالنسبه للعبار ديالها البنات، الكحل ما عرفتش كتسمعوا واحد الموسيقى تعلقي البنات، الموسيقى ناشطين المراسم على برا، نتمنى غير ما تكونش مسموعه بزاف في الفيديو. الكحل الكحل هادي فيها البنات 28 في الستر، هادي حيت في صاله عاديه فيها 28 في الستر، وفيها في الحزام 32، وفي الطول مترو 37، وفي الكتاف 40، وفي الكمام 57.
هذا العبار ديال هاد الجليبه هادي. وكاين هاد الترابيه حتى هي كانت عجباتكم، ديما كنت كنخدم منها، حيت الصراحه وقت ما درتها كتبع عليا بالجزره، لا اللون ديالها ولا الخدمه ديالها، صراحه كيجي شي حاجه هماويه وكيبقاو هكا طم سيختون. وهاد لاكولا حتى هي كتكون شريفه كما كنقولوا، من اللوينات اللي كيجيو رويقين. كما قلت لكم البنات كتجي في صالتها مخزانيه، سنتر ما بيناش فيه مخزانيه، وكتجي واحد الرشي معاود هنايا فراس لكم، صراحه كتجي كتحمق. وصالتها كما قلت لكم مخزانيه وافتحات في الجناب، خدمه كلها اللون في اللون، غزاله في هذا الكامل. بالنسبه للعبار ديالها فيها في الصدر 33 وفي لي هونش 34 وفي الطول متر 34. العبار ديال هادي وكاينه هادي، هادي حتى هي كتجي زوينه. وهادي في صاله عاديه ماشي في صاله مخزنيه، كتجي فيها الطرز هكا فهاد الثقل لي كرونه، مخدومه كلها بهاد الكرونه اللي كنسميها انا اوبرجين، حيت تجي مغلوق شويه على الكرونه. وكتجي من هنايا عاود نفس الرشيمه في الكمام، مخدومه هكا نسطو حتى هي بالبرشمان، حتى هي افتحات في الجناب. راكم عارفين الترابي هذا كيجي مع هاد الاوبرجين كيجي كيحمق كيطلعو مزيان. بالنسبه للعبار ديالها فيها 27 صدر، هذه الطاي صغيره فيها 27 صدر، وفيها في الحزام 31، وفيها في الكتاف 38، وفيها في الكمام 58، وفيها في الطول متر 35، فيها في الطول متر 35. بارك علينا. المهم اليوم هادو هما اللي شاركت معكم جليبات سخيخنين. كما قلت لكم نتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ديالي تابونا عندي، وخليو لي لايك لي لايك لي لايك لي لايك بزاف، ولي كومونتير بزاف، حيت الصراحه توحشتكم بزاف بزاف بزاف. واللي توحشني خلي لي لي لايك، واللي توحشني خلي لي كومونتير. وبالنسبه للناس شنو وخليو لي اشنو بغيتو ندير لكم في لا فيديو الثانيه. كما قلت لكم واش قنيطرات واش جليبات واش تكاشط، كاينه شي حاجه تاع كما قلت لكم في التكاشطه، كاينين جليبات صغيورين ديال البنات الصغار. المهم انا نحاول الا ما درتش لكم فيديو في اقرب وقت ندير لكم لايف باش تشوفوا هكا المحل كامل وشنو عندنا، وعندنا حتى جليبات ديال الرجال. شوف هاد المحل ان شاء الله ما غنساو حتى شي حد، عندنا ديال الرجال بنيتات صغار، كلشي 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 ان شاء الله. الله يسر لاي واحد فيكم، وكنحماق عليكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.